قرآني قرآني معجزة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله in this lesson we will be looking at مد ياء and the difference it has from كسرة. بسم الله. إي إي بي بي تي تي في في جي جي حي حي خي خي دي دي ذي ذي ري ري زي زي سي سي شي شي صي صي ضي ضي طي طي ضي ضي عي عي غي غي في في قي قي كي كي لي لي مي مي ني ني وي وي هي هي يي يي.